استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أن فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا حسبك. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين. رب نجني وأهلي مما يعملون.
فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين حسبك ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
حسبك، صدق الله العظيم. تكبير mazito, mambo mazito. Huyo ni Abbas Hadi Umar, miaka 22 umri wake, kutoka Ethiopia, na yeye ndiye amekuwa mshiriki wa mwisho katika mtanange huu ndani ya uwanja huu wa Mkapa katika jiji la Dar es Salaam ndani ya nchi yetu ya Tanzania, mashindano ambayo tunaye mzee wetu Ismail Muhammad, mlezi wa Qur'ani katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kufikia hapo tunasema nafasi ya vijana kuonesha umahiri wao katika kukihifadhi kitabu kitukufu cha Allah tabaraka wa taala katika mashindano haya makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya Afrika ya 21 yanayoandaliwa na taasisi pendwa yenu ya Al-Hikma Foundation chini ya udhamini uliotukuka ya Benki ya Wananchi wa Zanzibar yanafikia kikomo. Tunarudisha nafasi ya MC upande wa jukwaa kuu la mgeni rasmi kuendesha ratiba fupi inayohusika hapo, na baadaye